متعبة حمد بن أياب سالم العامري راعي اليمشة راعي اليمشة مع اللحظات الأخيرة. سلام 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 هذا الأداء، ولكن الصحاق عادت جزلة عادت جزلة، ولكن متعبة متعبة سلام سلام متعبة. الله الله الله، حصلت متعبة بشعار حمد بن أياب بن سالم العامري. نهنيهم على هذا الإبداع الذي قدمته متعبة محققة الشلفة الفضية للقايل بكار الانتاج. هيام بن حمد بن هيان العامري تستاهل فوز متعبة اللي اتعبت المشاركين الليلة في شوط الرمز. الله يحق لك خير وعافية طول عمرك. شو سلالتها؟ سلالتها تنحل من سلالة متعب بعير حمد بن هيان والجاهين بن هيان، وهي انتاج موب. ما شاء الله ناموس الانتاج الليلة غير. اي نعم ما في كلام، انتاج ناموس الانتاج مختلف. اي وش مشاركات متعبة قبل الليلة؟ والله مشاركة في المسس في الشوط الاول في الانتاج وسابق الصبح، وجهزناها لشوط الرمز والحمد لله الله وفقها. والله ما يحضرني التوقيت. هل البكره انت صنفتها من ذاك اليوم في مهرجان المؤسس انها راعيه رمز، ولا البكره اختبرتها بعدين؟ نعم لا عقب من ذاك المركاض، وان شاء الله احنا عندنا النيه ان نركضها في مهرجان الامير الوالد في الرمز. في الرمز نعم. مخططين مجهزينها لهذا المهرجان؟ نعم نعم الحمد لله. نعم كيف شفت الشوط وقوه الاسماء اللي فيه؟ والله الشوط قوي ما يستهان به، في حلال كلنا اقوى وسباق ولا الحمد لله. والله وفقنا ما فيهم كلام، ما فيهم كلام، ما حد شارك في هالشوط الا بغى السبق. نعم والحمد لله. عندك اشواط الرموز؟ والله عندنا ان شاء الله في الاذاعه وفي الثنايا وفي الكبار ان شاء الله. اشواط الكبار؟ اي نعم. في 5 مليون عندك شيء؟ ان شاء الله. الله يوفقك. هذا الفوز انه مسلم انت تهدي؟ اهديه للوالد احمد بن هيان وكل مشجعين شعار احمد بن هيان. بيض الله وجهك يا ابو حمد، شكرا جزيلا. العفو مرحبا.